طب انا داخل لهم لايف اليوم. خليني اجي. خافوش ما نشوف دمكم العرش. ايه صوري انا بديت منا بديت من الدار. صوري من قلبك وجهي. انا نخاف. صوري كاع ورسك. قولك انا ما نخافو. انا نهضر على حق لا صايمه راه ملي خافونا في شنو قد صابونا مغدا. ايوا نهضر على حقنا. قاعد تشوفي اختي؟ يا بتومينات انا توصيك والسوفيت سقستوه لي ما تبداش ما حوش عليه عندي كافي يا عباد الله لا اله الا الله لا تشرع للبيت لا اله الا الله عطونا سكنه يا سيد الوالي يلا يهديك روح شوف حياتك راهي دايره سيدي سيدي معروف راهم مخبنا يا راهم كل خضره يكذبوا علينا كل خضره دوري منا كل خضره يكذبوا كل خضره هذا الشهر هذا العام ما تجيش عليهم هذا العام وخري خليها تهضر وخري خليها تهضر هذا اللي نهضر وخري عليها بطل ادري انا في حوش الوالي تقصوني برا راني عند صاحبتي هو كيما عرفنا كاع الناس تعرفك كاع الناس تعرفك انا انت كابي خدمي بعرقك انا نخدم على قطع الحقك بوبا على ولادي نعرف شرح باقي داك باش نقول على كرعيه يهودي في تقوت ربي يهودي يا الشرك يا سيدي ما كاتش يا سيدي ما هدونا في كرية فاطم عطيناكم عطيناكم لا سيدي هذا سيدي معروف لا فهمتينا استقبلنا هذا الشهر الوالي استقبلنا هذا الوالي استقبل كاع الشعب كاع الشعب كاع الشعب استقبل هذا الشهر كي الرايه كي المقبولين الشعب يطالب بالرئيس الدائره باش يجي دروك استقبال اليوم لازم يكون استقبال على ماني خلو والو واه ناكله ورقد ودراهم هذا ما كان هذا ما كان يديروا هذا راه مش شعب اللي ناكلوا فيهم تتالي معوق ريس الشعب راه يطالب بشاف دايره يحضر الاستقبال تاعه وهذا اول استقبال للشاف دايره جديد ما جاش يستقبل الشاف دايره قالوا الشاف دايره ما عرفتوش يجيب الشاف دايره وعاودوا بالاستقبال اليوم ومازال ما باش نهضر مع ارطاجيا اختي ارطاجيا انا محقورين انا لايف انا لايف اكون في الاخبار الصداوي تاع السيدي راه في الوهران قال لي قالوا لك الدوسي تاعك راه كيفسيا على الحفره على سمعوا جاتي العمل ديال الشيء على احنا كنا ما تسمعوش يا والو
الراجل لان الشعب جا عادي الاستقبال تاع الشعب داير قارعوا 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 تضرب ما باش الله غالب راه يخرج لي في قلبه باش توصل سيد الوالي والأي مسؤول هنايا يتوصل له رسالة. هذه رسالة للوالي شاف دايرة تلدق عند استقبال ما باش الشعب الله غالب تخلق. هذه هي جاب نظام ولا في الفوضى. هذه هي مش فوضى هذه من حقها يهضر. هادو ماشي فوضويين الاخ واري هادو الشعب كيف كيفهم صعب سوسيال صعب كلشي جاي الاستقبال تاع الشعب دايري قانونيا من حقهم يجي يهضروا على حقهم بصح ما كاش استقبال الشعب دايره ما جاش راهم يخرجوا اللي في قلبهم ماشي فوضى هادي خويا هادو ماشي فوضويين هادو جاي يهضروا على حقهم كمواطنين في بلادهم صاي خويا هادي تاع فوضويه فوضويه نتوما خلقتوها في البلاد صاي خويا نجاوبك على هاد الهضره هاد الوالد اللي دخل الجديد هذا كان في سعيده كاع الراشي سعيده رداهم الى قضيه يوقف عند لهنا نشوفوا في الميدان راه باين هذا دخل للبلاد وعد الناس راهو قالك راهو دخول مدرسه عند الشعب انا ولي مدرسه للناس دخول ويجي للشعب حنا عندنا معلومه عليه باللي فيه الخير يجي يقابلنا وجهه بالك وجه على كلمه قال خوتي سلفوا لي من هذه شكايه لا بعيدة لا مش درجة لايف هذا لايف شو فيديو كل خير حاولي كل نهار ثلاثة أو أنا نخدم ولا نشوف ثلاثة لا سكرتير سمحوني لا سكرتير تاع السينيا روحوا عندها ونولوا ما بلغت بوالو ما كاش سكاني مدة سنتين وحنا الحوش غادي يضيع علينا ورانا مطردين لا إله إلا محمد رسول الله هادي ماشي فوضى الاخواري ماشي فوضى هادي على الشيطان هادو الناس ما بقاوش من الصباح راهم يقارعوا الاستقبال ما جاش في دايره راهم يهضروا وصلوا رساله كيما هاك هادي هي واش كاين شي واحد راه يهرس قدامك ولا يدير في فوضى اتق الله في نفسك خويا الناس مغمض لا انت عندك سكنه راك هاني الناس راهي برا في الزوق احنا لو كان استقبلونا ما نديروش الفوضى ما استقبلوناش على بها شي فوضى هادي شي فوضى هما بقاو يديروا فوضى انت ديال الحق ما تديروش فوضى هذا حقنا حقنا شي فوضى اخي شي فوضى حنا رانا بوليطه حنا رانا معيس حنا رانا معيس حنا رانا كباش تدوا هاد الرساله نوصلوها للسيد الوالي راهم يحكوا اللي كان غادي يحكوا الشعب دايره راهم يحكوا هكا لايف هذه هي هذا بعيد عيشوا غايه كيما فوضى انتم راكم شبعانين عليها راه جايتك فوضى حنا خصنا صباح النور نور الاسلام مرحبا بك خويا اليوم جاو الشعب لهنا للدايره باش يستقبلهم الشعب دايره حتى الدور ما بانش لا غالب قالوا ما كاش هي عليها راه الناس تقلقت رانا قابلين اللهم امين ليلى ما تشرطوش انا سي كل شهر يجيني انا يجيني انا ما تشرطوش حتى بيت مين عطيك هنايا مين خلصك الماء مين خلصت الضوء مين الدنيا كاع راه صايب بزاف صافي يا لهي خلوها خلوها الناس الناس ما كشفتش عليها 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 ما كشفتش عليها
الرجال راهم ساكتين. ها ساكتين ها، علاش انا نهضروا؟ باسكو الرجال عياو، الرجال عياو، الرجال عندهم بريسيون، الرجال عندهم بريسيون. ما جاش ما جاش ما جاش مهدي، ما جاش خويا عليا. تقلق الشعب من 8 تاع الصباح، الشعب راه يقرح فيه. لا درك ما بانش الشعب تقلق، راه يوصل رسالته بالفيديوهات وباللايف. هذه هي خويا، ما جاش. كون جاك راه مدخلو وما كان حتى واحد يسمع. ما جاش خويا، ما غالب الشعب راه برا في الزنقه خويا. الناس ضايق، الناس سكاني ما كانش. هذه هي المهم جماعة. هذا والله في اليوم مباشرة من دائرة السينيا، مواطنين يحتاجون. سيد الرئيس، أنا ابن شهيد، وين هما الله يرحمكم الشهداء؟ في 1996 درت الموسم ومازال باقي هكاك. وين هو العهد ديالكم؟ وين هو عهد الشهداء؟ يا اخوان، وين هو وين هو يا شوف دائره؟ هذا الشعب تاع السينيا راه مقبول، راه مقبول 100%. وها هي لك دعوة الشهيد، ها هو غير راه حنا مقبولين 100%. علاه تقول شو العهد تاع الشهداء؟ علاه؟ علاه ربي راه داير لنا من عزه من ازعاجكم للدنيا. اخدموا مليح يا الشعب، ما انتم دايركم من هاك. يا مسؤولين، والله يرحم الشهداء، الله يعاوننا على اللهم امين الحاج، ربي يفرج عليك ان شاء الله. ايا الشيخ هذا شا غادي يعيش من حياته باش ما يدي السكنه، وغادي والله عجز لسانه على النطق. قال لك ما كانش حتى تعبير على هذا الشيء، ما كانش واحد يعبر على هذا الشيخ. ما هذا ما يدي السكنه تضرب وين تاعي يديها والله. لا الله قررنا بالابتدائي المدني حق السكن، المواطن حق السكن، حق السكن حق السكن. قولي بلي هذا تاع دائرة على بالك. صايب صايب انا عندي 30 عام، انا عندي 60 عام، 30 عام. المهم هذه يوم استقبال دائرة السينيا، سكان دائرة السينيا صاحب سيدي معروف، كل مناطق تابعة لست شحمي وتابعة لدائرة السينيا راه موجودين هنا لاستقبال رئيس دائرة. قانونيين يوم حقهم الاستقبال، تضرب ما باش. قرب 8 تاع الصباح رد ما جاش اليوم، عندهم الرد بلي ما عادش يجي عليها، ناضوا يهضروا على رواحهم. والسلام عليكم، وان شاء الله يكون عندنا لقاء عشيه باذن الله. سلام.